بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، فرج الكرب عنا وعن المكروبين، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين، بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ويوم الاثنين الماضي بدأنا في أحكام اللقطة، واللقطة هي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة فوجده إنسان، هذه هي اللقطة. المصريين في لغتهم العامية يقول لك لئية، اللغة العامية عند المصريين يقول عليها لئية، دي اللغة العامية عند المصريين، وهي اللقطة أي الملتقط من الأرض بسبب سقوط من مالكه أو غفلة من مالكه. يقول: فصل في أحكام اللقطة، وهي بفتح القاف اسم للشيء الملتقط، ومعناها شرعا ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما. وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، لقطة في موات، يعني مش في ملك حد، يعني ما تبقاش انت ماشي في ارض فلان وتلاقي حاجة مرمية تقول دي لقطة، يبقى ملك صاحب الارض مالكش دعوة بيها، يبقى لازم تكون في مكان غير مملوك لأحد، طريق عام مثلا، في موات او طريق، والموات يعني مكان ميت كالفلاه كالصحراء، مكان مهجور، دي الايه اللي يسموه موات، او طريق يعني طريق مطروق يعني شارع، فله أخذها وتركها. يبقى هو مخير لما يجد اللقطة إنه ياخذها أو يتركها. الأفضل يأخذها إن كان يقوى على أن يعرفها ويعطيها ويحفظها ويعطيها لمالكه، الأفضل في حقه، ولا يجد. وإن كان في بعض الصور يجد فيها، وكنا تكلمنا على هذا في الاثنين الماضي، لكن الأصل إن هو مخير، يعني يختار ياخدها أو يتركها. في الحرمين لقطة الحرم حرام، يتركها في أي في الحرم، فيأتي صاحبها يأخذها، إلا إن كانت في مكان تدس بالأقدام فتفسد يبقى يجنبها، يجنبها الطريق حتى لا تفسد. فله أخذها وتركها، ولكن أخذها أولى من تركها إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها، لأنها مسؤولية، فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها. ووقفنا عند هذا الحد، واليوم نبدأ من أول قول: ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ، وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها، وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. وإذا أخذها أي اللقطة
وجب عليه أن يعرف في اللقطة عقب أخذها ستة أشياء. يوحي الكلام هنا أن وجوب التعريف واجب بمجرد الالتقاط، وهذا غير المعتمد. المعتمد أنه يجب التعريف ولكن على التراخي وليس على الفور، يجب التعريف على التراخي. يعني طيب وإيه حد التراخي؟ حد التراخي أنه يعني لا يؤخر التعريف فترة يتصور فيها أن صاحبها ييأس منها فلا يسأل عليه، ما يأخرهاش خالص، عنده يموتها وبعدين يجي يعرفها بعد سنة، ما هو صاحبها يكون يائس منها مش هيطلبها. فيبقى يجب التعريف ولكن على التراخي، وحد التراخي ألا يعني ييأس صاحبها أو يظن أن صاحبها ييأس عن البحث عنها، ده هو الراجح. لكن كلام المصنف والكلام المصنف اللي هو القاضي أبو شجاع يوحي بأن الوجوب بمجرد الالتقاط، وجوب التعريف بمجرد الالتقاط، هذا وجه ضعيف موجود لكن وجه ضعيف. وإذا أخذها أي اللقطة وجب عليه أن يعرف في اللقطة في عقب أخذها ستة أشياء. وجب عليه أن يعرف أن يعرف اللقطة في عقب أخذها ستة أشياء. لا هو يعرف، أنت متشكلة عنك يعني؟ نشوف في كلام الشيخ، لكن هي يبقى يعرف. يعرف ستة أشياء ويعرفها، يعني يعرفها الأول عشان يعرف. يبقى إيه يعرف؟ يعني معناه يعرفها الأول عشان يعرف، يعني المعنى وصل لبعض. وجب عليه أن يعرف ليعرف، يعني في اللقطة في عقب أخذها ستة أشياء. وعاءها من جلد أو خرقة مثلا، وعفاصها وهو بمعنى الوعاء، ووكاءها بالمدوى والخيط الذي تربط به، وجنسها من ذهب أو فضة، وعددها ووزنها. ويعرف بفتح أولي وسكون ثاني من المعرفة، يبقى إيه أي يعرف هنا، وجب عليه أن يعرف، يبقى مشكلها في الآخر، قال بفتح أوله وسكون ثاني. وأن يحفظها حتما في حرز مثلها، ثم بعدما ذكر إذا أراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الراء من التعريف سنة. يبقى يعرف الحاجات دي عشان لما يجي يعرفها يعرفها ويسيبها لمدة سنة عنده، لأنه ممكن صاحبها يأتي ما لم تفسد، افرض الطعام يفسد خلاص يعرفه وياكله ويعرفه، لما يجي صاحبه إما يديله قدره قيمته يعني أو يعمل له مثله. يبقى إيه يعرفها سنة لو كانت تتحمل إنها تمكث سنة عنده. أراد الملتقط، إذا أراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الرأي من التعريف سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة، وفي الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق ونحوها من مجامع الناس. ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا وابتداء، وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط. يبقى يبدأ السنة يحسبها من وقت التعريف لا الالتقاط. ولا يجب استيعاب السنة السنة، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أول، يعني مش شرط السنة يعني الصبح والظهر وبالليل كل يوم لمدة سنة، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا وقت القيلولة، لأن الوقت ده بيبقى الناس قليلة فيه، ولا وقت الخيلولة. ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين، ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض أوصافها مش كل أوصافها عشان صاحبها يجي يكمل له الأوصاف. فإن بالغ فيها في التعريف بها ضمن، لأنه كده هيجي له أي واحد كذاب يقول له ويديها له يضمن له بالتقصير. ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال. يبقى مؤنة التعريف إذا كان التعريف ده له تكاليف، ممكن يعمل إعلان في الجرائد وليه مصاريف، ممكن يعمل إعلان في التلفزيون، ممكن يكتب ورق
ويعلقوا على ابواب المساجد المختلفه، فده يحتاج ناس تذهب وتعلق ويديهم اجره ويكتب الورق ده وهيكلفه، فدي اسمها المؤنه، مؤنه التعريف يعني مصاريف. ولا يلزم مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك، يا إما القاضي يديله من بيت مال المسلمين تكاليف التعريف، أو هو يعرفها ويعتبرها دين على صاحبها لما يجي يبقى يديهوله، أو يقترضها على المالك. وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها تعريفها ولزمه مؤنة التعريف. يبقى لو خد اللقطة انه ينوي انه يتملكها لو ما جاش صاحبها يبقى مؤنة التعريف عليه. لو كان واخدها كأمانة ومش ناوي يتملكها مؤنة التعريف ليست عليه. ولزمه مؤنة التعريف سواء تملكها بعد ذلك أم لا. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. نقف عند هذا، نحاول إيه نقرأ شرح الشيخ لحد هذا. قوله ولا يجب الإشهاد على التقاطها بل يسن. هو بيقول إيه؟ لما تيجي تلتقط اللقطة ليس واجبا أن تأتي بشاهدي يشهدوا معك أنك التقطتها، ليس واجبا، لكن يفضل، يسن فقط، لكن لا يجب. ولا يجب الإشهاد على التقاطها بل يسن نظرا لما فيها من الاكتساب، لأن هي هتقول في الآخر إلى التملك لو لم يأتي صاحبها، فالأفضل تشهد عليها كسائر العقود لأنك إنها عقد. بل يسن نظرا لما فيها من الاكتساب. وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب على الند. يعني لما يلتقط لقطة أولا يشهد حسب رواية أبي داود، يشهد واحد ذا عدل أو ذوي عدل أو اثنين، ولا يكتم يعني وصفها أو إنها عنده، ولا يغيب يعني ما يلتقطش اللقطة ويحطها في بيته ويسافر، عنده عقد عمل هيجي بعد سنة ما ينفعش، فتبقى يبقى ما يغيبش، يبقى موجود عشان لو جاء صاحبها يطرق عليه الباب يجده. حملوا الأمر ده، الشافعية حملوا الأمر ده على الند، إن هو يشهد ذو عدل ده، قال ده أمر على الند وليس على الوجوب. ويسن له مع الإشهاد تعريف شيء من اللقطة للشهود، يعني مع الإشهاد مش يقول لهم أنا لقيت إيه للشهود بالظبط ويوريها لهم، لا، يقول التقطت شيء مأكول كفاية كده ملبوس أو شيء من إيه من الأحجار الكريمة، ما يقولش جنسه كويس، يعني يعرفهم وصف ليها إجمالي وليس وصف تفصيلي للشهود. واضح؟ وحملوا الأمر ويسن له مع الإشهاد تعريف شيء من اللقطة للشهود، فإن استوعب الصفات للشهود كره، ما يستوعبش بقى كل الصفات، يقول لهم كل بياناتها وتفاصيلها للشهود، هذا مكروه ولا يضمنها، بخلاف ما لو استوعبها في التعريف يضمنها. والفرق أن الشهود محصورون ولا تهم فيهم، يعني لو استوعب صفات الشيء الملتقط ده للشهود ده مكروه وما يضمنش لو إيه لو أعطاها لغير مالكها أو تلفت عنده، في حين أنه لو استوعب هذه الصفات أمام الناس مش الشهود يضمنها، لأنه ممكن يجيله أي واحد كذاب
يقول له الشهود الصفات دي فيبقى مقصر، لكن الشهود محصورين ومضمونين. فاحتمال ان واحد منهم يجي يعني يقول الاوصاف دي لاخر ويتفق معاه عشان يجي ياخدها مني احتمال نادر، لان ده شاهد ذو عدل دين من اهل الديانه، بخلاف ما تقول على الملأ وتستوعب التعريف. هنا ده نوع من التقصير، لانه اكيد على الملأ لم تعدم واحد قليل الذمه ياتي اليك بعد يومين وحفظت ايه الاوصاف اللي انت قلتها، ويجي يخبط على الباب ويقول لك الاوصاف بالظبط زي ما خرجت منك، فتظن انه هو مالكها فتعطيها له وهو كاذب. واضح؟ يبقى في الصوره الثانيه لو استوعبها امام الملأ يضمن. طب ولو استوعبها امام الشهود مكروه ولا يضمن. الشهود محصورين ومضمونين وغير متهمين، انما الملأ غير محصور، وقد يكون فيهم ما لا يضمن ذمته. ايوه يعني قال اوصفها بالتفصيل كل الناس. يا جماعه انا لقيت موبايل نوكيا موديل كذا لونه كذا وهو قدام كل الناس، ده استوعبها خلاص. هتبص تلاقي بعد ساعة يخبط عليك الباب واحد يقول لك كل الأوصاف تديها له، بعد ساعة يجي لك واحد تاني، وبعد يومين يجي لك واحد تالت، لأن كله حافظ الأوصاف. فاهم؟ يبقى هيجي واحد كذاب يقولها. في الحالة دي يضمن لأنه قصر. قصر. واضح؟ لكن لو استوعب الصفات امام الشهود وراها لهم ما يضرش، لان الشهود ده واحد او اتنين، والمفروض شهود ذوي عدل ناس مضمونين محترمين. فهمت ازاي؟ فدول محصورين، يكره فقط لكن لا يجب ولا يضمن ايضا. واضح؟ يعني لو اعطاها لغير مالكها خطأ ما يضمنهاش لمالكها، ادي معنى يضمن. يعني لو استوعبها امام الناس وجاء واحد قال له الصفات واداها له وجاء ملكها الحقيقي وقال له ده انا اديتها لواحد خطأ، يقول له طب اديني ثمنها بقى، يضمنه، لان ما حدش يستوعبها امام الناس والا هيجي واحد كاذب ياخذها منه. فهمت الفرق في الحكم يعني؟ نقرا كمان تاني كلام الشيخ عشان تفهم كلامه. فإن استوعب الصفات للشهود كره ولا يضمنها. واضح؟ بخلاف المقابل ما لو استوعبها في التعريف، تعريف أمام الملأ. واضح؟ والفرق، الفرق في الحكم إيه؟ مع إن هنا استوعب واستوعب، هنا استوعب مكروه ولا يضمن، وهنا استوعب حرام ويضمن. إيه الفرق؟ فهمت؟ إن الشهود محصورون ولا تهم فيهم، بخلاف في التعريف أمام الملأ، فربما يعتمد الكاذب الصفات التي يذكرها فيضمن كما سيأتي. واضح؟ يجي واحد كذاب يحفظ الصفات دي ويروح وياخدها وهو كاذب، فيضمنها لملكها إن ظهر بعد إعطائها لهذا الكاذب. قول وينزع القاضي أي لا غيره من الفاسق. احنا قلنا يصح التقاط الفاسق والكافر والمرتد، أخس منهم كلهم يصح التقاطه، وكما يصح التقاط الصبي. لكن الصبي مين اللي هيعرفها ويحفظها؟ وليه، ياخدها منه بقى ويحفظها ويعرفها. طب والفاسق؟ الفاسق مش مضمون، يقوم القاضي يعمل ايه؟ يعين عليه رقيب، يعين عليه رقيب. والكافر ياخدها منه وهو اللي يقوم بتعريفها، يعني الكافر مش مضمون خالص، الفاسق مضمون نص نص لانه ما زال مسلما. واضح؟ انما الكافر مش مضمون خالص. واضح؟ فعلشان كده بيقول لك وينزع القاضي اي لا غيره، الحاكم يعني، مش انت يعني، ولا امام المسجد، واخد بالك، ولا العمده، ولا مثلا رئيس الحي، لا ده القاضي، ده حكم قضائي هو اللي ينزعها من الفاسق. وينزع القاضي أي لا غيره من الفاسق، أي لأنه ليس من أهل الحفظ لعدم أمانته، ومنه يعني من ضمنه الكافر لأنه أفسق الفساق. ومن الكافر، طب مثل الفاسق مين؟ واحد ترك الصلاة،
ده فاسق حتى ولو راجل محترم كده يعني واستاذ في الجامعه، مفيش احترام بعد كده، او بيشتغل مثلا وظيفه مرموقه لكنه ما بيصليش، ده فاسق، ده فاجر كمان. فهمت ازاي؟ يعني مش هي الأبهة يعني والمنظر، لا، فاسق يعني يفعل الكبيرة ويواظب عليها، ومن الكبائر ترك الصلاة. واضح؟ ومنه الكافر، يعني من جنسه، يعني لأنه أفسق الفساق. ومن الكافر بل أشده المرتد أيضا، فيصح لقط هؤلاء، ولكن ينزع اللقط منهم القاضي ويضعها عند عدل، لأنهم ليسوا أهلا للحفظ لعدم أمانتهم. قوله: ولا يعتمد تعريف، لا، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، ولا يعتمد، يعني ولا يعتمد القاضي، أو ولا يعتمد الناس، لأن الفاسق لما يجي يعرف اللقطة يمكن ما يوضحش كل صفاته، تقوم تغيب على صاحبه، يقول لك أنا لقيت حاجة. فهمت؟ إيه حاجة دي؟ الحاجة دي احتمل 100 حاجة. فهمت؟ لكن إيه، لازم إن هو يعرفها، وممكن يعرف نوعها لكن ما يعرفش بقية أوصافها، فتغيب على الناس. فلازم الواحد ياخد باله. ممكن يقول انا لقيت حاجه في المكان الفلاني، ويقول مكان غير المكان اللي كانت موجوده فيه. يعني انا فقدت مثلا محفظتي في العتبه، وجيت انا اصلي في الجامع فلقيت واحد بيعرف، يقول يا جماعه انا وجدت محفظه في الاسكندريه، هروح لنا؟ أنا محفظتي، أنا ما بروحش اسكندرية، أنا محفظتي ضاعت مني في العتبة. هو لقاها في العتبة بس بيقول للناس أنا لقيت محفظة كويس بس في الإسكندرية، لأنه فاسق مش عايز صاحبها يجي، وكده يبرأ ذمته قدام الناس، يقوم يتملك. فلا يعتمد تعريف الفاسق من أجل هذا. ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة أي وحده، لئلا يكون فيها أخذا من قول الشارع، بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا. القاضي يعمل إيه؟ لو لم ينزعها من الإيه؟ من الفاسق، يعين مع رقيب، وهو بيعرفها يبقى الإيه؟ الرقيب ده عارفها برضه، يقوم يكمل بقية الأوصاف اللي عايز هو يكتمل. واضح؟ بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها. ومعنى الرقيب المشرف والمطلع، فإذا تم التعريف وما جاش حد تملكها الفاسق، لأنه هو الملتقط مش الرقيب. واضح؟ فإذا تم التعريف أي ولم يجد مالكها، تملكها الفاسق لأنه الملتقط. قوله: وينزع الولي اللقطة من يد الصبي، طبعا لأن الصبي ممكن يضيعها، هو لقاها صحيح بس لو قلت له احفظها يا ابني لما يجي صاحبها يضيعها، يقوم ياخدها الولي يشيلها عنه. ومثله المجنون، برضه في واحد مجنون ولقى حاجه، يبقى ولي المجنون هو اللي ايه؟ ياخدها منه. فينزع اللقط منه وليه، فإن قصر في انتزاعها منهما حتى تلفت ولو بإتلافهما ضمنها في مال نفسه، لأنه قصر، مش في مال المجنون ولا مال الصب. ولو حاكما، ولو كان هذا الولي حاكم يضمن. فهمت؟ زي ولي القصر، في بعض الاطفال قصر ما لهمش اهل، يقوم يجي القاضي يبقى ولي عليهم. يعني ايه؟ يعني يتصرف في اموالهم ويديهم المصروف بتاعهم كأن ابوهم، يجي مصاريف المدارس يتفعلوا، يجوا العيال محتاجين حاجه يعدوا عليه، واخد بالك، يقوم ما يدهمش الفلوس في ايديهم، لا، هو اللي يصرف لحد ما يكبروا سن الرشد يديهم. فده يسموه ايه؟ ولي القصر، قد يكون غير قريب لهم، حاكم مثلا، فبرضه يضمن الحاكم طالما ما انتزعهاش منهم وقصر في انتزاعها حتى اتلفوها
واخد بقى وهي في ايديه، يبقى ساعتها لو جاء ملكها يضمنها مين؟ الولي، لانه مقصر. ولو حاكما ثم يعرف التالف وان لم يقصر، ثم يعرف التالف. طب اتلفوها لكن ما اهلكوهاش خالص، اتلفوها بس لسه موجود، يعرف اللي موجود منه. واضح؟ وان لم يقصر، طب افرض ما قصرش، خدها من ورده، لكن العيال بعد ما خدها منهم اتسحبوا كده وعرفوا شالها فين ودخلوا افسدوها. واضح؟ يبقى ما يضمنش لانه عمل اللي عليه. وان لم يقصر فلا ضمان على احد، لا على الصبي ولا على الولد، خلاص ده نصيبها كده قضاء وقدر. ويعرفها او ويعرفها ويعرفها بعد تعرفها، ويعرفها ولا تؤخذ مؤنة التعريف، هي ويعرفها احسن، ويعرفها لان التعريف يعني ثمرة المعرفة، لازم يعرفها الاول عشان يعرف. هنا ويعرفها ولا تؤخذ مؤنة التعريف من مال المحجور عليه. لو كان واحد محجور عليه بسبب فلس او سفه او جنون او صغر سن وتعريف، اللقطه دي هيتكلف مصاريف، ما ياخذهاش من مال المحجور عليه. كويس؟ بل يراجع الحاكم، يروح للحاكم يراجعه ليقترض عليه او يبيع جزءا منه، لو هي ممكن تجزأ يقوم يبيع جزء منها ويصرف بالجزء ده، ثمن الجزء ده نفقة مؤنة التعريف. لأن زي ما قلت لك ممكن التعريف يبقى إيه؟ إعلان تلفزيوني يتكلف كذا ألف، لأنه ممكن يلاقي مثلا مليون دولار مثلا، يروح واخد من مليون دولار ده 10,000 دولار، يقعد بقى يحط بقى في القنوات كلها إعلان، ويحط في صفحة الجرائد كل يوم إعلان، كل ده من المصاريف. يجي الراجل صاحبها ياخدها منه يقول لك والله احنا صرفنا منها ال 10,000 دي والفواتير اهي، تعريف خلاص براح. خدت بالك؟ قوله ان راى المصلحه في تملكها له، يعني بعد تعريفها لو لم ياتي صاحبها الولي يعمل ايه؟ اللي يتملكها اللي التقطها الصبي، بس هيتملكها للصبي، لكن ما يمكنش الصبي كما انه لا يمكن الصبي في ماله العادي. واضح؟ ان راى المصلحه في تملكها له، اي حيث يجوز له الاقتراض، لان تملكها في معنى الاقتراض. يعني لو راى المصلحه ان يتملكها ويصرفها ويعمل، ولو جاء ملكها في يوم من الايام يقدر يسدد له قيمتها، يبقى ما يجراش حاجه. لكن افرض انه شاف ان هي قيمتها كبيره والولد لو خدها وصرفها واتصرفت عليه وجاء ملكها في يوم من الايام ما يعرفش، لا يقترض ولا يعرف يسددها له، يبقى ما فيش مصلحه ان يتملكها بدل ما يدخله في دين، لان تملكها في معنى الاقتراض بان احتاج الى نفقه او كسوه وعنده ما يوفي كدين مؤجل ومتاع كاسد، وان لم يرى المصلحه في تملكها له حفظها او سلمها للقاضي وريح نفسه. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنسلمها للشرطه، اللي بيلاقي حاجه في الشارع بيعمل ايه؟ اللي هو الحاكم وحاميها حراميها، واخد بالك؟ بس انت ما بقتش مسؤول بقى قدام الله، امام الله، المهم انك انت امام الله برأت ذمتك. هم بقى ياخدوها ياكلوها يعملوها، احنا مالناش دعوه، هم بياكلوها ولعه، واخد بالك؟ خلاص هم بقى مبسوطين من الولعه، يبقوا ايه؟ يستلقوا عدوهم، لكن انت برأت ذمتك. او سلمها للقاضي، تحط فوقها هنا في العصر الحديث الشرطة اللي كانت في خدمة الشعب، واخد بالك؟ كشعار، ولم نجدها في خدمة الشعب في اي مرحلة من مراحل حياتها، منذ ان ولدت الى الان انا لم اجد الشرطة في خدمة الشعب حقيقة، وجدتها متسلطة على الشعب، دي حقيقة فعلا. الكلام ده بنقوله بعد الثورة، بعد الثورة وقبل الثورة وأيام عبد الناصر وأيام السادات، ومرينا المراحل دي كلها وشايفينها وعارفينها. ف
فده نوع تسلط والناس بتتجنب شرهم. تقول له يا سعادة الباشا مش هنمشي ونخلص ونشوف مصلحتنا، واخد بالك ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول شر الناس من تجنبه الناس لشره، قايل كده في الحديث كده، شر الناس من تجنبه الناس لشره. ويقول نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، واخد بالك؟ فهم الشرطة كانوا الشعب بيعاملهم بهذه الطريقة، فلازم يغيروا بقى ايه وجههم القبيح مرة أخرى إن استطاعوا، ولا أعتقد أنهم يستطيعوا لأنه حتى في الدراسة بتاعتهم بيدرسوا بالطريقة الغلط دي، فلازم نفس المناهج تتغير، وإن تغيرت المناهج المدرسين يتغيروا كمان، شوف قد إيه. فعايزة يعني إيه؟ يعني تتهد المناهج 7 مرات وتغسل إحداهن بالتراب، ثم بعد ذلك ننشئها مرة جديدة من أول وجديد، فربنا ينجينا. فالمسألة لسه مشوار طويل، بناء الإنسان أصعب من بناء إيه أكاديمية الشرطة، وأصعب من إيه من بناء حتى المناهج. بناء الإنسان ده أصعب شيء، سهل قوي تاخد حتة أرض وتبني عمارة في 2 سنين تطلع برج، لكن خلف عيل كده واقعد ربيه ويطلع بني آدم محترم تقعد معاه 30 سنة على ما يطلع بني آدم محترم، شوف قد إيه. فبناء الإنسان أصعب. قول وإذا أخذها أي الملتقط سواء الواثق بأمانة نفسه وغيره، ما هو الملتقط ده حاجة من الاثنين، يا أمين وواثق من نفسه وإن الدنيا ما تغلبهوش، ممكن يكون أمين بس والله برضو يعني الدنيا لما بتشتد عليه بيتنازل شوية، فهمت إزاي؟ لكن هو أمين في حاله، لكن عند العسر بقى يقول لك ما أنا مضطر بقى هعمل إيه يعني، والمضطر يركب الصعب. في ناس تعمل كده، لا التاني مهما اضطر بقى يفضل امين برضه، ده الواثق. وفي واحد نص نص، واحد عارف نفسه ان هو يميل ان هو ياكل اموال الناس كده وخلاص، يحب يجمع وخلاص. فالنوع الثالث ده مكروه ان هو ايه يمد ايده عليه. واحد بقى عارف نفسه انه فعلا بيعمل كده على طول وتملي يفشل اذا عرضت عليه الدنيا، يقتنص تملي فاشل وتملي حريص على الدنيا، وده يحرم له التقاطه عشان ما يمتحنش نفسه. يمتحن نفسه ليه؟ ما هو امتحن 100 مره وعرف نفسه فشل في كل الامتحانات، فاهم؟ فما فيش داعي لا للامتحان ده. واذا اخذها اي الملتقط سواء الواثق بامانه نفسه وغيره، وقول اي اللقطه التقطها، الضمير ده يعود على ايه؟ اللقطه، تفسير للضمير البارز الذي هو مفعول. واما تفسير الضمير المستتر واذا اخذها هو، ادي الضمير المستتر، هو الضمير البارز ها اللي هي اللقطه، البارز يعني المكتوب والمنطوق، والمستتر اللي هو غير مكتوب وغير منطوق لكن بالمفهوم اللي هو هو. واما تفسير الضمير المستتر الذي هو الفاعل فقد علمته من قولنا اي الملتقط، يبقى هو ده مين؟ الملتقط. قوله وجب عليه ان يعرف اي على ما قاله ابن الرفعه كصاحب الكافي، وقضيه كلام الجمهور يعني خلاصه كلام الجمهور ان معرفه هذه الاوصاف عقب الاخذ سنه، وهو ما قاله الأذرعي وغيره، وهو المعتمد، فيكون كلام المصنف ضعيفا هذا إن حمل على معرفتها عقب الأخذ كما صنع الشارح حيث قال عقب أخذها، فإن حمل على معرفتها عند التملك بعد التعريف لم يكن ضعيفا بل مسلما ليعرف ما يدخل في ضمانه. يعني هو لقى محفظة في زحمة، على الكلام الأول اللي يجب أنه يعرفها على طول يعمل إيه؟ يقف وسط الزحمه كده ويفتح المحفظه يقعد يعد ويشوف ويعمل، واخد بالك ازاي؟ لكن مش هو ده المطلوب، المطلوب ياخد المحفظه يشيلها في مكان امين، ولما يروح بيته يقعد كده يستريح في مكان مغلق ويقعد بقى يطلعها عشان ما يقعش حاجه منه، وما يشوفش حد تاني وهو بيعمل يقوم يجي يدعي ان هي بتاعته، فهمت؟ يبقى يعرفها بس ايه؟ على التراخي،
في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ده هو ده المعتمد يعني. فإن حمل على معرفتها عند التملك بعد التعريف لم يكن ضعيفا. بيقول لك بقى وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة. قال لك الكلام ده ممكن يحمل على معنى صحيح، لو هو إذا أخذها بعد تعريفها ليتملكها، فيبقى في الحالة دي لازم يعرف الحاجات دي عشان يضمنها لصاحبها لو جه بعد فترة. فهمت بقى الكلام؟ يبقى ممكن نفهم الكلام ده أي عند إرادة تملكها لا عند إرادة تعريفها أو ولا عند وقت أخذها، عشان نحمل كلام المصنف على الصحيح بقى. واضح؟ أدي معنى كلام الشيخ. ما هو هيتملكها بس امتى؟ بعد ما يكون عرفها وحفظها عنده سنة وما جالهاش مالك، يقول له بعد كده بقى له أن يتملكها وله أن يضعها عند الحاكم، واخد بالك؟ وله أن يستمر في حفظها، مخير على كل الأحوال. فإن أراد أن يتملكها وجب عليه أن يعرف قدرها وعددها ومقدارها وصفتها وقيمتها، وبعدين بعد كده يصرفها ويأيدها عنده. يجي صاحبها في يوم من الأيام يقابله، يوم يقول له دي كانت عندي وأنا صرفتها وكان قيمتها كذا، يروح مديله أو التاني يسيبها. واضح؟ يا إما هيديله يا هيسيبها. فإن حمل على معرفتها عند التملك بعد التعريف لم يكن ضعيفا بل مسلما. فهم؟ ليعرف ما يدخل في ضمانه، أي إذا جاء ملكها بعد تملكه. فهمت بقى؟ أدي يدخل في ضمانه إمتى؟ إذا ظهر ملكه وكان قد تصرف فيها. وقول في اللقطة في إظهار فيه إظهار في محل الإضمار للإيضاح للمبتدي، وجب عليه أن يعرف في اللقطة. فده إيه؟ بيقول لك إظهار لمضمر مفهوم، بس هو أظهره ليه؟ علشان لحسن يكون واحد مبتدي في القراية شوية يحتار هو يقصد إيه؟ وجب عليه أن يعرف، يعرف إيه في إيه؟ فهمت إزاي؟ فقال لك لا، يعرف في اللقطة علشان يبين له المضمر، مخافة إن المبتدي يكون مخه شت شوية بعد. للإيضاح للمبتدي، وقد عرفت ما في قول عقب أخذها من أن الوجوب حينئذ ضعيف والمعتمد الندب لاستحبابها. قول ستة أشياء أي على عد المصنف، وهي ترجع إلى أربع بس، لأن العفاص والوكاء مع بعض حاجة واحدة، والباقي العدد والطول والعرض ومش عارف اسمه المقدار. يبقى لازم يعرف إيه وعائها ومقدارها بس وخلصت. هو بقى فكهم، خلى الوعاء لوحده والعفاص لوحده، في حين العفاص هو غطاء الوعاء فتبع الوعاء يعني. لما يبقى إزازة وليها غطاء متميز، فالغطاء المتميز بتاعها ده اللي ليه شكل معين ده اسمه العفاص، والوعاء هو الزجاج. فهمت بقى ازاي؟ فبعض العلماء يقول لك العفاص والوعاء حاجة واحدة، اللي هي ما وضعت فيه اللقطة، خدت بالك؟ ما وجدها بداخله. طب ويقول لك يعرف عددها ويعرف طولها ويعرف كلهتها ووزنها، طب ما كل ده يدخل في كلمة واحدة المقدار، واخد بالك؟ علشان كده هو بيقول لك وهي ترجع إلى أربع، لأن العفاص بمعنى الوعاء كما جرى عليه الشارح وهو المحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور، والعدد والوزن بل والكيل والذرع، الذرع اللي هو الطول يعني، لأنه كان زمان بيطولوا بيقيسوا بالذراع، بالذراع بيقول لك الذرع يعني بالذراع، كذا ذراع زي كذا متر يعني. والذرع يعبر عنها بالقدر، فإنه يشمل الأربعة. وترك اثنين وهما الصنف وصفتها من صحة وتكسير. يبقى أقول لك ما جابش هما في القدر حاجتين هو ما قالهمش، صنفها إيه؟ وسليمة ولا مكسرة؟ صفاتها يعني.
صنفها مسليمة ولا مكسرة ونحوهما، ويمكن إدراجهما في الجنس بأن يراد به ما يشمل الصنف والصفة. قوله وعاءها بكسر الواو وبالمد أي ظرفها، الظرف يعني الشيء الموضوع فيه. وقوله من جلد أو خرقة بيان للوعاء، وقوله مثلا أي أو قفة أو نحو ذلك. عارف القفة؟ كلمة فلاحي مصري، شيخ البيجوري ده من الفلاحين، فهمت ازاي؟ يقول لهم يعني قف. القفة دي كانت عبارة عن حاجة معمولة كده من الخوص، وأحيانا تتعمل من الليف وتتغزل وتبقى ليها ودن كده ودن كده، وكان غالبا الفلاحين هم اللي يحبوا ايه يشيلوها. ساعات يسموها مقطف وساعات يسموها قف. هل في فرق بينهما؟ ايه الفرق؟ المقطف اللي في الصعيد، الصعايده يقولوا عليها مقطف، حتى ساعات لما يشتم واحد يقول له يا مقطف، واخد بالك؟ والبحروه اللي من بحري في مصر لما يشتم واحد يقول له يا قف، واخد بالك؟ لكن هي حاجه واحده، زي ما تقول مثلا ايه حسن وابو علي، هو شخص واحد، فاهم؟ فبيقول لك وقوله مثلا اي او قفه او نحو ذلك، نقول او زنبيل او شنطه، سميها باي حاجه. قول وعفاصها وهو بكسر العين المهمله وبالفاء والصاد المهمله، واصله كما في تحرير التنبيه عن الخطاب الجلد الذي يلبس، الذي يلبس راس القاروره، يعني اللي بيغطي راس القاروره، وهو مراد المصنف كصاحب التنبيه لانهما جمعا بين الوعاء والعفاص، وهو يقتضي المغايره بينهما، وكذلك العطف يقتضي المغايره بينهما. وان كان المحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور ان العفاص هو الوعاء، وجرى عليه في الروضه يعني الامام النووي، حيث قال فيعرف عفاصها وهو وعاؤها. وجرى عليه الشارح حيث ويعرف عفاصها وهو وعاؤها، وجرى عليه الشارح حيث قال وهو بمعنى الوعاء، فهو مرادف له على هذا، لكنه لا يناسب كلام المصنف، فهو حمل له على غير مراده، فالأولى تفسيره بما يلبس رأس القارورة، وعلى هذا فلا مرادفة. قول ووكاءها بكسر الواو فقوله بالمد أي مع كسر الواو، وقول وهو الخيط الذي تربط به، الوكاء اللي هو الخيط أو الرباط اللي مربوط به الشيء الملتقط. لعله اقتصر عليه لأنه الغالب، وعبارة الشيخ الخطيب ما تربط به من خيط أو غيره. قول وجنسها وهو بالمعنى الشامل للنوع والصفة، فلا حاجة لزيادتهما. وقول من ذهب أو فضة أي مثلا، وعبارة الشيخ الخطيب من نقد أو غيره وهي أعم. قول وعددها أي كاثنين فأكثر، العدد يعني كاثنين فأكثر. وقول ووزنها أي كرطل أو أكثر، ولعل اقتصاره على العدد والوزن للغالب، فإن الغالب في اللقطة أن تكون معدودة أو موزونة، وإلا فالكيل والذرع كذلك. ويغني عن الأربعة القدر كما تقدم. قوله ويعرف أي المتقدم في كلام المصنف، وقوله بفتح أوله وسكون ثاني من المعرفة أي مع تخفيف الراء، وهو احتراز عن ضم أوله وفتح ثاني مع تشديد الراء يعرفه، فإنه من التعريف الآتي وهو غير مراد هنا. قول وأن يحفظها أي لمالكها إلى ظهوره، لما فيها من معنى الولاية، لما في الالتقاط يعني من معنى الولاية، أو فيما في لما فيها أي في حيازتها يعني من معنى الولاية والأمانة. وإن كان المغلب فيها أي في اللقطة الاكتساب كما مر، لأنها تؤدي إلى التملك في النهاية، والذي يدل على أن المغلب فيها الاكتساب أنه يصح التقاط الفاسق والذمي، ولولا أن المغلب فيها ذلك لما صح التقاطهما. قول حتما هو مستدرك لتسليط الوجوب عليه بواسطة عطف يحفظ على يعرف، كما يصرح به صنيع الشارح
حيث قدر أن ولعله ذكره إيضاحا لئلا يغفل عن مقتضى العطف. يعني بيقول هنا بيقول إيه؟ وأن يحفظها حتما، يعني كأنه إيه؟ يعرف ويحفظها حتما. فهمت إزاي؟ فهي معطوفة على يعرف الأولانية اللي من مدة، يعرف ويحفظها حتما لئلا يغفل عن مقتضى العطف. واما كلام المصنف فيحتمل في حد ذاته الاستئناف، ان تبقى واو عطف وواو دي واو استئناف، فيحتاج لقوله حتما وبالجمله، فالوجوب مسلم في الحفظ ضعيف في المعرفه السابقه. يعني انه يحفظها ده شيء واجب 100%، لكن في انه يعرفها على سبيل الفور ده ضعيف غير مسلم. خدت بالك احنا قلنا يعرفها بس بعدين، يعني اذا اراد تعرفها او تملكها. يعني امتى يعرفها؟ اذا اراد ان يعرفها او اراد ان يتملكها، فلا بد ان يعرفها عشان يضمنها. قوله في حرز مثلها، هيحفظها فين؟ في الحاجة اللي تليق بيها. انا لقيت لحمة اللي يليق بيه احطها في التلاجة في الفريزر، ما احطهاش في المطبخ تعفن، مش كده برضه؟ كل حاجة اللي تليق بيه. لقيت محفظة فيها اموال كتير، احطها مثلا في المطبقية مع الطباق، ولا احطها في ايه؟ في الدولاب واقفل عليه، او في درج واقفل، او في الخزنة. يبقى كل حاجة على حسب الحاجة اللي تليق بيها. لقيت مثلا جاموس او جمل، احطه في ايه؟ في مكان اللي بيتحط فيه الحيوانات، ما احطوش انا في اوضه النوم عندي. فهمت؟ يبقى كل حاجه في المكان اللي يناسب. في حرز مثلها اي اللقطه، ومتعلق بيحفظ قول ثم بعد ما ذكر، اي من اخذها ومعرفه الامور السابقه. وافاد التعبير بثم ان التعريف ليس على الفور، وهو ما صححه الشيخان، لكن ذهب القاضي ابو الطيب الى وجوب الفوريه. القاضي ابو الطيب ده من اصحاب الوجوه الشافعي، قال لك ده يجب انه يعرفها ويعرفها على الفور، لحسن يكون صاحبها غريب في المكان وهيسافر، فعرفها على الفور قبل ما يسافر يجي ياخدها، مش تيجي تعرفها بعد اسبوعين ويكون هو سافر ومشي. خدت بالك؟ ده ايه كلام القاضي ابو الطيب الى وجوب الفوريه. وانا رايي اذا كان في مكان في بلد مشهور انها معبر للناس اللي بتسافر، يبقى واجب انه يعرفها على الفور. لو في بلاد مش مشهوره انها معبر، يعني فيها نوع من الاستقرار والناس عايشين، يعرفها براحته بعد يومين ثلاثة أربعة، أو الناس قاعدة هتروح فين. إنما لو كان في مكان إيه يعني معبر، زي مثلا إيه ميناء مثلا، الناس بتنزل بلاد على المواني على الشط، فتلاقي ناس باستمرار ناس مسافرة وناس جاية تقعد وناس مسافرة، يبقى في الحالة دي لازم يعرفها على الفور. يبقى كلام القاضي أبو الطيب كلام وجيه في هذه الأحوال. لكن ذهب القاضي أبو الطيب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي، والإمام الغزالي اعتبر أن هو ده المعتمد. ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة. الشيخين اللي هم مين؟ مين الشيخين؟ الرافعي والنووي. احنا قلنا إذا قال الشارح يبقى الجلال المحلي، لو قال الشيخان يبقى الرافعي والنووي، إذا قال الشيوخ يبقى الرافعي والنووي السبكي. كويس؟ إذا قال القاضي يبقى القاضي حسين، لو سكت يعني. لو قال الإمام وسكت يبقى إمام الحرمين. لو قال القاضيان يبقى الروياني والمواردي. تحفظهم كده، أنا كنت عاملها برشامة زمان. كنت وزعت عليكم أنا البرشامة دي، ما أعرفش وصلت لكم ولا زمان يعني، وزعتها على الناس. ومقتضى كلام الشيخين يبقى الإمام الرافعي والنووي جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة، وهو في غاية البعد. والظاهر أن المراد عدم الفورية المتصلة بالالتقاط، والأوجه ما توسطه الأزرعي. الأزرعي بقى وقف وسط بين الفورية المطلقة وبين التراخي للبعد إن شاء الله بعد عشرين سنة، وقف وقف وسط كده، وهو عدم جواز تأخيره المفوت لمعرفة المالك. يبقى لازم كده تبقى انت عندك برضو ايه
تمييز ان التعريف ده يبقى في وقت مناسب قبل ما مالكها ييأس من وجودها فلا يطلبها اصلا. واضح؟ يبقى متروك للعرف يعني، بس ما يبقاش طويل قوي ولا يبقى يعني واجب في الحال. ادي كلام الازرعي. فيجوز التأخير ما لم يغلب على الظن فوات معرفة المالك، كما قاله البلقيني قول: وإذا أراد الملتقي تملكها، إذا أراد الملتقي تملكها، قضيته أنه إذا أراد الملتقي حفظها لا يجب عليه التعريف بل يندب، وهو ضعيف. والمعتمد أنه يجب عليه التعريف ولو التقطها للحفظ، فما جرى عليه المحشي ضعيف، حتى لو أراد الحفظ فعرفها سنة ثم أراد التملك عرفها سنة أخرى، ولو التقطها اثنان عرفها كل واحد نصف سنة بأن يعرفها أحدهما يوما ثم الآخر يوما مثلا حسب ما اتفقوا، ثم جمعة وجمعة، ثم شهرا وشهرا، لأنها لقطة واحدة والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها، لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك، وهذا هو الأشبه كما قاله السبكي، وإن خالف في ذلك ابن الرفعة حيث قال يعرفها كل واحد منهما سنة لأنه ملتقط لنصفها وهو كلقطة كاملة. قول عرفها أي وجوبا بنفسه أو نائبه، يا إما المحامي بتاعه عمله توكيل أو الوكيل بتاعه اللي موظفه عنده أو أبنائي أو العمال اللي شغالين معاه، كل دول ممكن هم اللي يقوموا بالتعريف ينبهم على ذلك أو هو بنفسه. أيوه. بقت لو لم يأتي صاحبها بعد سنة حتى تملكوها أنتوا الاثنين، يبقى أنتوا مسؤولين أنتوا الاثنين تعرفوها. تقسموا السنة بينكم. افرض هو قال لك أنا مسافر بس الست شهور كده وجاي، يبقى أنت مسؤول الست شهور دول، أنت اللي تعرف. لما يجي هو بعد الست شهور دي يبقى مسؤول هو بقية الست شهور التانية يعرف. طب قاعدين مع بعض يبقى هو يعرفها يوم وأنت يوم. وبعدين أنت يوم جمعة تروح معرفها في المساجد. والجمعة اللي بعدها هو اللي يعرفها، وهكذا تبدله كده لحد ما تنقضي السنة. خدت بالك؟ أدي مثلا. قوله عرفها أي وجوبا بنفسه أو نائبه، ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة. يقول أنا وجدتها مثلا يوم كذا في المكان الفلاني كمان، ويندب كتب أنه التقطها وقت كذا كمان، يقول لك كان وقت الظهرية، كان في المساء، كان في الصباح الباكر. كل ده بيخلي مالكها يتذكر انها فعلا كان في اليوم ده في اللحظة دي ماشي في الحتة دي وضاعت منه الحاجة دي في اليوم ده، يبقى ربما تكون سقطت في هذا المكان. ويندب ايضا كتب صفتها، عشان ممكن ينسى، قال لما لا ينسى يبقى يروح كاتب الصفات بتاعتها في ورقة عنده نوتة كده ويشيلها عنده، لان ممكن ينسى. ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه ان السلطان او نائبه اذا علم بها يأخذها. لو سلطان جائر فهو يمتنع على التعريف. خدت بالك؟ كده خدت. لو ايه لو منطقنا احنا في عصرنا دلوقتي روح بعد كده شوف المفروض خلاص خد انت الحته دي يعني كده. انا شخصيا هديها للشرطه ورايح مخي. لا انا بتكلم عشان لا اضمن. انا بقول لك ده قال لك ايه؟ ويمتنع التعريف على من غلب على ظنه ان السلطان او نائبه اذا علم بها ياخذها، بل يمتنع عليه الاشهاد حينئذ وتكون امانه بيده ابدا، كما في نكت التنبيه وغيره. دي عباره عن تفاصيل لبعض الفقهاء، ممكن تختلف وجهات نظر الفقهاء فيها. طب انا ليه اشغل ذمتي بيها طول عمري؟ ابدا، ما دي مسؤوليه برضه. طب انا اخلص منها وهو السلطان ده هو اللي بقى مسؤول عنها وخلاص، انا مالي؟ فهمت؟ يعني بتتفاوت مفهوم الفقيه فيها، يعني مش اوامر النبي قطعيا عشان نقول ايه؟ يعني ما نفكرش فيها، ممكن تفكر فيها.
لكن انا شخصيا زي ما بقول لك هديها للشرطه واخلص، انا ماليش دعوه. انا فاضي بقى كل يوم، كل ما اجي اصلي جمعه اقف على باب الجامع اقول يا ناس انا لقيت، واقعد كده سنه. دي شغلانه مستاهله يعني، صعبه والله يعني لو فكرتها في نفسك. لا صعب، وقاعد سنه كمان مش عايز تسافر ولا تروح اي حته، قاعد مربوط في المكان اللي لقيت فيه اللقط. تصلي الجمعه وتعلن، وكل ما تعلق على باب مسجد وتمر بعد يوم تلاقي الورقه اتقطعت تحط ورقه ثانيه. ده شغلانه ثانيه، مش كل واحد عنده بقى طولة البال، واخد بالك؟ قوله سنه اي اذا لم تكن حقيره. يعني واحد لقى 10 جنيه يقعد يعرفها سنه؟ يعني الناس بدل ما هتاخدها منه هتغزها علقه، تتغاظ منه. 10 جنيه ده كيلو العنب ب 10 جنيه، يا جدع يا جدع اسكت بقى، خدها وريح. حتى لو صاحبها شافه بعد سنه بيقول له خدها 10 جنيه منك، يقول له يا اخي ده انت بايخ قوي يا اخي. لانها حقيره يعني حاجه مالهاش قيمه. لو كان لما تبقى حاجه ليها قيمه معلش تستاهل. قوله سنه اذا اي اذا لم تكن حقيره، كما يدل عليه قول الشارح. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنه، والمعنى في اعتبار السنه ان القوافل لا تتاخر فيها غالبا. اصل هم قالوا ليه زمان سنه؟ لان وقع الحياه كان بطيء. لو واحد سافر ياخد له 3 4 شهور ويرجع في 3 4 شهور، يبقى سنه يكون سافر ورجع. يعني انت في الفقه الحالي تكون اقل من سنه. لكن وارد احاديث عن النبي بالنص بالسنه، فيبقى الاجتهاد مع النص. فهمتني بقى ازاي؟ فهي سنه سنه بقى خلاص، انا من النبي قال لنا كده. لكن لو كانت مساله اجتهاد الايه الفقهاء، ممكن نقول تغير الحال وبقى السفر سريع والناس بتسافر وترجع في نفس اليوم، يبقى نخليها اقل من سنه. نخلي مثلا اللي كانوا بيسافروا في سنه دلوقتي احنا بنسافروا في ايه؟ في يومين مثلا، فيبقى نخليها يومين. ما هو يومين برضه مش هتلحق. صحيح دلوقتي الحركه سريعه، الا ان مشاغل الناس كمان بقت سريعه، واخد بالك؟ وممكن الانسان ينشغل في مشاغل ويجي بعد 6 اشهر يفتكر ويسال على حد. فعلشان كده نخليها سنه برضه احتياط، ما يجيش واحد بقى ايه مفكر يقول لك ايه لا ما تغير الحال والدنيا بقت سريعه، يبقى يعرفها ساعه واحده. علشان بقى اللي كانوا بيسافروا في شهرين بقينا نسافروا في ساعه. انت بتركب الطياره في ساعه تبقى في جده، ساعة ونص تبقى بالطوف، ومن ساعتين ونص كنت مع اولادك هنا في القاهرة. ده بقينا اهل خطوة، ده كرامة. كان زمان الواحد من دول يطلع من مصر في القوافل عشان يوصل يطوف ياخد له 40 يوم سفر، فعملية صعبة. فهمت ازاي؟ فاختلف الحال. لكن على اي حال في اللقطة علشان ايه تحتاط، خليها سنة برضه ما يجراش حاجة، طالما تقدر تحفظها وهي نفسها تحافظ على نفسها السنة دي، يعني حاجة مش هتفسد بطول الزمن. والمعنى في اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها غالبا، ولأنه لو لم يعرف لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها. ولو جعل التعريف أبدا لم تنع الناس من التقاطها، فكان في اعتبار السنة نظر للفريقين معا. ولو مات الملتقط في أثناء السنة بنى وارثه على ما مضى كما بحثه الزركشي. يعني أنا لقيت لقية لقطة أو لقطة، تنفع لقطة ولقطة، تنفع بإيه؟ بسكون القاف وفتحتها. أنا أقول لقطة، المصريين يسكنوا القاف، لغة فصيحة بقى. فأنا لقيت اللقطة دي وعرفتها، وبعد 6 شهور مت، ولادي يستمروا في تعريفها اللي هم الورث 6 شهور تانيين عشان يكملوا السنه. يعني يبنوا على ما فات، مش سنه من اول ما موت، لا سنه على ما فات. واضح؟ ادي يعني بنى ورثته على ما فات ولا يستأنفوا. لو يقصد بقى، لو يقصد يبتدوا من اول جديد يقول لك استأنف ورثته، لكن كونه قال لك بنى ورثته على ما فات يبقى معناه ان المدة اللي عرفها ومورثهم محسوبة في السنة. قوله على، هيعرفها فين؟ على ابواب المساجد، اي لان ذلك اقرب الى وجود صاحبها.
ولذلك قال عند خروج الناس وقوله من الجماعة متعلق بخروج كما هو ظاهر، وعلم من قوله على أبواب المساجد أنه لا يعرف فيها، ما يخشش المسجد. اللي بينشد الضالة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى عليه، لا يعرفه على أبواب المساجد وليس داخل المسجد. واخد بالك؟ دي نقطة مهمة. لا، يقول ممكن يقول يا جماعة في شيء ضائع وأوصافه مكتوبة على باب المسجد بس، إنما ما يعملش إعلان. واضح؟ من قوله على أبواب المساجد أنه لا يعرف فيها، يعني في المساجد، فيحرم إن شوش، وإلا لو ما شوش كره. وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيها وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها. يبقى يحرم التعريف في المسجد إن شوش، ويكره التعريف في المسجد إن لم يشوش، إلا المسجد الحرام لأنه مجمع الناس فيعرف فيه. ولا يجوز لقط حرم مكة إلا لحفظ، ويجب تعريف لقطته أبدا، لا يتملك أبدا لقطة الحرم. واضح؟ لخبر إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أو لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، والمعنى على الدوام، وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة للتخصيص. وإذا أراد اللاقط السفر دفعها للحاكم أو لأمين، فإن سافر بها ضمنها إلا بإذن حاكم يراه. وخرج بحرم مكة حرم المدينة والأقصى، فهما كسائر البلاد في حكم اللقطة، خلافا لمن ألحقهما به. وانظر، يبقى إيه حرم المدينة وحرم الأقصى؟ مستثنيان. حرم مكة بس اللي له خصوص، وأنا أميل لمن خالف هذا الأمر وإن هما ملحقين، أميل لهذا الرأي وإن كان هو الضعيف ما يجراش حاجة. ممكن الواحد يميل للرأي الضعيف ما يجراش حاجة، مش شرط يعني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأشد، أي الكذب صلى الله عليه وسلم. فخلاص، فممكن واحد ينزل للحديث ده ويميل إنها يبقى تاخد نفس الأحكام. واضح؟ في واحد تاني يقول لك يعني يحرمها يعني من باب الفضل لا من باب الحظر، لأن في مكة فعل المحظور فيها مضاعف، أما المدينة ففعل الخطأ فيها بخطأ واحد، إنما مكة الخطأ يضاعف. كويس؟ ليه؟ لوجود شفاعة النبي وجوار النبي، فتتضاعف فيها الحسنات والسيئات تفضل واحدة ما تتضاعفش. فيبقى إيه؟ ففي بعض العلماء قال لك لا، برضو في خلاف، إن الحرم وحرم صحيح، بس في حرم يعني تتضاعف فيه السيئة كما تتضاعف فيه الحسنة وهو مكة، والمدينة تتضاعف فيه الحسنة ولا تتضاعف فيه السيئة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى تميزها في الحكم. يعني الفقهاء يبقى ليهم وجهات نظر، مفيش مانع، مجراش حاجة، ونفضل حبايب برضه، مش مبتدع في النار وضل ومضل والكلام اللي بيعملوه العيادة. لا، يعني دي أمور واسعة ممكن كل واحد يعني يحتاط فيها براحته ويجتهد فيها براحته، حسب يعني إيه ما ربنا يفتح عليه، وعلى حسب ورعي وعلى حسب زهده وعلى حسب فهمي لمعنى الحرمة، وهكذا أنواع كثيرة دخل في الموضوع. خلافا لمن ألحقهما به. وانظر لو وجد اللقطة في المصلى نفسها فهل يعرفها فيها، نظرا لشمول قوله وفي المواضع التي وجدها فيها أو على أبوابها كما لو وجدها خارجها، أو يفرق بين أن يكون فيه مجاورون كالأزهر، يعني ناس ساكنين فيه، مجاورين يعني إيه مسجد وفي حجرات ملحقة ناس ساكنين، أو لا كغير الأزهر. إحنا عندنا المقابر دي بنسميها مقابر المجاورين، لأنه كان زمان الأزهرية بيعيشوا في الحتة دي قبل ما تبقى مقابر، اللي هم طلبة الأزهر عم يعملين مكان يسكنوا فيه، فكانوا يسموها المجاورين.
وبعدين بمرور الوقت لما قل طلاب الازهر حيث الاقامه في هذا المكان وكثرت الاموات وامتد فدفنوا فيها الناس، ولحد دلوقتي يقولوا عليها المجاورين. كويس؟ للاسم القديم بتاعها. او يفرق بين ان يكون فيه مجاورون كالازهر او لا كغير الازهر من كثير من المساجد وخير الامور الوسط. قوله في الموضع الذي وجدها فيه، وفي بعض النسخ وفي المواضع التي وجدها فيها، لأن طلب الشيء في الموضع الذي وجدها فيه أكثر، إلا أن يكون مفازة. مفازة يعني إيه؟ يعني ممر ومعبر مهجور ما يقعدش يعرفها فيه ونحوها من الأماكن. والمفازة هي الصحراء أو الأراضي المهجورة يعني، ونحوها من الأماكن الخالية أي غير المسكونة وغير المطروقة، فلا يعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف فيها. فإن مرت به قافلة تبعها وعرف فيها إن أراد ذلك، فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها ولو بلدته التي سافر منها، فلا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان. وبهذا تعرف ما في قوله المحشي ففي أقرب الأماكن إليه من بلد أو غيره. قول وفي الأسواق ونحوها أي كالقهاوي، ونقول إحنا كمان كالنوادي، نوادي يقول لك في نادي الجزيرة ونادي الصيد، مجمعات يعني الناس تجتمع فيها، واخد بالك؟ وكالكازينوهات وكل الحاجات اللي فيها الناس بتجتمع، يبقى أي حتة الناس تجتمع فيها مفيش مانع تعرفها بيها. وقول وفي وقول من مجامع الناس زي ميدان التحرير، بيبقى فيه بالمئة ألف عاملين مظاهرات، تروح تعرفها هناك. بيان لنحوها. قول ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا، أي على العادة زمانا ومكانا، أي في الزمان والمكان. فالزمان ما سيذكره بقول ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف إلى آخره. والمكان كبلد اللقط وقريته، وقد ذكره بقول على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق ونحوها. ونقف على قول وابتداء السنة من وقت التعريف لا لالتقاط الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.